يشرفنا الآن من القاهرة سعادة الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام والخبير في الشؤون الآسيوية. نسعد بانضمامك إلينا دكتور محمد. قل لي أولاً، مليار ناخب، كيف يدار هؤلاء؟ كيف تدار هذه العملية الانتخابية؟ الهند كبيرة فوق تصوراتنا يا دكتور محمد. مساء الخير أستاذ محمد. في الحقيقة طبعا الهند يعني منذ الاستقلال في يعني منتصف الأربعينات من القرن الماضي، وهي قدمت نموذجا بالديمقراطية المستقرة إلى حد كبير، وأهمية النموذج الهندي كنموذج لدول ديمقراطية تأتي من أكثر من عامل. العامل الأول هو حجم السكان الكبير يعني زي ما حضرتك أشرت، لكن الأهم أيضا هو التعدد الداخلي في الهند. هناك تعددية دينية وقومية إلى حد كبير، وبالتالي هذا يعني أضاف بعد مهم جدا، وواحد من السمات المهمة للنموذج الديمقراطي في الهند هو أنها قدمت تجربة للتعامل أو احتواء حالة التعددية الكبيرة. التعددية في الهند تتجاوز التعددية الدينية والعرقية، لكن أيضا تعددية حتى في مستويات التنمية الاقتصادية. هناك تفاوت كبير في معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من منطقة إلى أخرى في الهند. ومع كل ذلك فنجحت الهند في تقديم تجربة ديمقراطية رائدة داخل العالم أو القوى النامية. ويرجع هذا إلى الدور الذي لعبه حزب المؤتمر في الهند الذي أدار أو تولى السلطة بعد الاستقلال. حزب المؤتمر هو واحد من الأحزاب السياسية الكبيرة في العالم، والتي تؤمن بفكرة يعني الليبرالية والعلمانية أيضا، بمعنى أنه حاول أو يعني ضمن درجة كبيرة من عدم تسييس أو تدين الحياة السياسية في الهند، وقدم نفسه باعتباره نموذج للأحزاب السياسية التي لديها القدرة على احتواء حالة التعددية. طيب يا دكتور محمد، لكي نستفيد في عالمنا العربي وفي العالم الثالث عموما من التجربة الهندية، ماذا نفعل؟ الغرب يتهم معظم دول العالم الثالث بأنها دول شبه ديمقراطية، دول ديكتاتورية مستترة أو ديكتاتورية سافرة. لماذا يسلم الغرب بأن الهند ديمقراطية حقيقية؟ هو أعتقد أن الغرب يعني كان مضطرا للتسليم بأن الهند هو نموذج الدول الديمقراطية الحقيقية، لأنها استطاعت أن تحافظ أو تقدم نموذجا ديمقراطيا لديه القدرة على أولا احتواء حالة التعددية، وفي نفس الوقت يعني ضمان درجة كبيرة من الاستقرار، ثم أيضا أن هذا النموذج ساعد في مرحلة تالية على تسريع عملية التنمية الاقتصادية. لكن كل هذا لا يعني أنه النموذج الديمقراطي في الهند لا يواجه تحديات. يعني هو في الفترة الأخيرة في العقود الأخيرة وبدأ يواجه بعض التحديات بسبب يعني أمور عدة، أبرزها أنه حزب المؤتمر نفسه الذي كان مسؤولا عن بناء هذا النموذج الديمقراطي المهم تراجع حزب المؤتمر لأسباب عديدة، منه أنه ارتبط في نشأته وتطوره طوال عقود عدة بعد الاستقلال كان يرتبط بعائلات عائلة يعني غاندي في الهند، لكن بعد ذلك بسبب غياب أو يعني اختفاء رموز السياسية الكبيرة تراجع حزب المؤتمر. حضرتك ألطف من أن تقول قتل واغتيال وهذه المفردات القاسية يعني. لكن في المجمل في تقديري أنه حزب أو التجربة الديمقراطية الهندية لازالت تجربة يعني مهمة، ولازالت تجربة يعني قادرة على البقاء رغم كل التحديات التي تمر بها الهند أو يمر بها الهند. طيب قيم لنا دكتور محمد الفترة الطويلة التي حكم فيها حزب بهارتيا جناتا الهند، وخصوصا تجربة ناريندرا مودي. أتذكر جيدا أنه كانت هناك مخاوف، لأنه أنت تعرف اليمين الهندوسي رفع راية الدين في دولة كالهند كما تفضلت أنت، مليئة بالطوائف، حتى الهندوسية فيها طوائف مختلفة لكنها مليئة أيضا بأديان أخرى غير الهندوسية. كانت هناك تخوفات من أن تشتعل الهند، لم تشتعل، كيف؟
لم تشتعل لأسباب عدة، منها أولا أنه تجربة ناريندرا مودي بشكل عام وحزب بهاراتيا جناتا يعني قدم أو يعني مجموعة من النجاحات المهمة التي لا يمكن إغفالها، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية. عملية التنمية والنمو الاقتصادي في الهند يعني مستقرة بشكل كبير وتتصارع أيضا وتضم أقاليم مختلفة، ونجحت أيضا في القضاء على ظاهرة الفقر بشكل كبير. أيضا حتى على المستوى الخارجي ناريندرا مودي وهو زعيم حزب بهاراتيا جناتا نجح بشكل كبير في تأكيد دور الهند كقوة وسطى وقوة مهمة في النظام العالمي، أدار سياسة خارجية متوازنة مع كل القوى الدولية، هناك شراكات استراتيجية مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في نفس الوقت حافظ ناريندرا مودي وبهاراتيا جناتا على علاقات قوية مع روسيا. نفس الأمر فيما يتعلق بالصين، رغم أن هناك توافق هندي أمريكي فيما يتعلق بأهمية احتواء الصعود الصيني، لكن الهند يعني كانت واضحة في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أنها ليست على استعداد لاستعداء الصين بشكل ينعكس على الاستقرار في منطقة المحيطين الهادئ، رغم الاشتباكات المتقطعة على الحدود يا دكتور محمد. نعم، رغم هذه الاشتباكات، لكن الهند والصين قدمها يعني خبرة أيضا في سرعة احتواء مثل هذه الصراعات، وحتى هذه الصراعات يعني تجري بشكل مدار، بمعنى أنه في تقديري كل من الصين أو الهند يقدم على يعني مثل هذه الاشتباكات لتحقيق هدف محدد، وهو التأكيد على موقف كل طرف فيما يتعلق بالخلاف الحدودي أو النزاع الحدودي بين الجانبين، لكن كل منهما يدرك خطورة يعني تصعيد هذا النزاع ليتحول إلى صدام عسكري كبير أو حرب كبيرة بين الجانبين. ففقط مثل هذه الاشتباكات تبدو أنها يتم اللجوء إليها من وقت إلى آخر حتى يؤكد كل طرف موقفه فيما يتعلق بحقوقه أو ما يعتبره من حقوق سيادية في المناطق المتنازع عليها، لكن سرعان ما تعود هذه الاشتباكات يعني إلى السيطرة ويعود الطرفان مرة أخرى إلى حالة العلاقات الطبيعية. طيب، السؤال التالي له شقان دكتور محمد. الشق الأول، هل يواصل حزب بهاراتيا جناتا وناريندرا مودي، هل يواصلان الانتصارات التاريخية في الانتخابات الهندية؟ والسؤال الثاني، من هو الفارس الذي يمكن على صهوته أن يعود حزب المؤتمر يا دكتور؟ يعني أولا فيما يتعلق بمسألة يعني مستقبل أو الانتخابات القادمة، أعتقد أنه حزب بهاراتيا جناتا سوف ينجح في هذه الانتخابات وسوف يتولى ناريندرا مودي رئاسة الحكومة لفترة جديدة، استطلاعات الرأي تتحدث عن هذا بشكل كبير، وبالتالي يظل السؤال ما هو موقف حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة. أعتقد أنه أحزاب حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة تعمل على هدف محدد وهو استغلال هذه الانتخابات حتى تعود مرة أخرى إلى الواجهة وحتى تؤكد أنها ما زالت لديها القدرة على البقاء وعلى المنافسة مع حزب بهاراتيا. هل لديهم رجل قوي في هذه المرحلة يا دكتور؟ نعم، هل لدى حزب المؤتمر رجل قوي؟ يعني راؤول غاندي يعني عندما تولى رئاسة حزب المؤتمر كان حديث العهد بالحياة السياسية، وبالتالي كانت يعني هناك توقعات بأن حزب المؤتمر سوف يتراجع نسبيا في الحياة السياسية حتى يصل يعني راؤول غاندي إلى مستوى أو يعني كافي من الخبرة السياسية. أعتقد هذا هو ما يجري الآن، حزب المؤتمر يريد يعني استغلال الانتخابات الحالية للتأكيد على أنه عاد مرة أخرى إلى الحياة السياسية وأنه مازال لديه القدرة على تكتيل المعارضة السياسية لمنافسة حزب بهاراتيا جناتا. فالهدف في رأيي ليس الوصول الأحزاب المعارضة وحزب المؤتمر، الجميع يدرك أنه يعني سيأتي في ترتيب تالي بعد بهاراتيا جناتا وناريندرا مودي، لكن الهدف هو التأكيد من جانب أحزاب المعارضة وراؤول غاندي على أنه مازال لديه القدرة على البقاء أو المنافسة في الحياة السياسية. دكتور محمد، أخيرا وباختصار شديدا لو تكرمت، ما يحدث في مانيبور وهو قد وصف بأنه حرب أهلية،
يؤثر على ناريندرا مودي الذي أيضا وصف بأنه فاشل في السيطرة على هذا العنف؟ هو بالتأكيد سيؤثر على ناريندرا مودي، لكن له لن يؤثر على النتائج العامة للانتخابات فيما يتعلق بفرص بهاراتيا جاناتا وناريندرا مودي. لكن أعتقد أن مثل هذه الأحداث يعني ستوضع في الاعتبار يعني من جانب ناريندرا مودي، لأنه يدرك بشكل كبير أنه وضع حزب بهاراتيا جاناتا فيما يتعلق بعلاقته مع التيار اليميني أو القومي الهندوسي أعتقد أنها باتت تقلق ناريندرا مودي وتقلق أيضا العالم والقوى الدولية وصورة النموذج الديمقراطي الهندي في الأدبيات الدولية صحيح. التي المعنية بالنموذج الهندي بشكل عام. يا دكتور هذا يشير إلى الحاجة إلى مراجعة النموذج الديمقراطي في الهند بشكل عام وعلاقة يعني حزب بهاراتيا جاناتا بالتيار القومي الهندي. سنواصل الإنصات إليك دكتور محمد في حلقاتنا المقبلة لأننا نتابع بشغف هذه الانتخابات. الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام والخبير في الشؤون الآسيوية أقدم لك وافر امتناني.